والنار في غزة وأدوا إلى استشهاد العشرات في غزة في الحرب الأخيرة. قال إن هناك حرب، وفي الحرب الضغط على الزناد مسنود إلى الاعتبارات الذاتية للجندي. إذا في الحالتين التعامل مع الفلسطيني كتعامل إنه عدو في ساحة حرب. شو التشابه بين الثنتين والفرق بين الثنتين؟ التشابه بين الثنتين أن الموقف السياسي يطغى على القانون، القانون يقعد جانبا. هنا في الناصرة وفي حيفا يجب التعامل إنه هون علاقة شرطة ومدنيين، والقانون المدني الساري، المستشار القضاء يقول الحرب هي السارية وموضوع. في غزة القانون الدولي الإنساني هو الجاري، والذي يقول لا يمكن أن تقتل مدنيين بهذه الطريقة التي قامت فيها إلا إذا كان هناك خطر جدي على الجندي. في هذه الحالة القانون الدولي يسمح ذلك، وأيضا المستشار القضائي وضع القانون الدولي الإنساني جانبا. إذا في حالات من النوع دولة إسرائيل تراها حالات صراع، حالات حرب، لا فرق، يعني هي لا فرق بين نصراوي وغزاوي، لا فرق بين نصراوي وغزاوي. في كلا الحالتين السياسة والموقف السياسي هو سيد الموقف وليس القانون. يعني هذا يكون إلى حنين، يعني هل إسرائيل، يعني استنباطا للكلام اللي قاله حسن، هل إسرائيل تفتعل أحيانا ما يسمى بالصراع الوجودي مع الفلسطيني من أجل توحيد مجتمعها داخليا وتعبئة هذا المجتمع للتحريض على العربي، وبالتالي تسهيل مهمتها في توجيه ضربي للعربي في الداخل عندما يحين الوقت إلى ذلك؟ هل هذا الصراع الوجودي، هاي الهولوكوست، هذا للوحدة، لتوحيد داخلي، وفي نفس الوقت لتعبئة المجتمع الداخلي الإسرائيلي الصهيوني ضد العربي، التحرير ضد العربي، ولتوجيه ضربي قادم إلى العربي. يعني يجري الحديث الآن عن أن هذا العربي خطر على الأمن الدولي. طب الخطر في أو كنبلي، طب الكنبلي في آخر يجب تفكيكها أما تفجيرها. يعني أنا لا أستهتر وأخذ بجدية قضية الدولة اليهودية، بمعنى أن إسرائيل عندما تريد أن تضع الدولة اليهودية كأساس للمواطنة وكأساس لولاء العربي، هي عمليا تحدد السقف السياسي وترى تهديد إقصاء العربيين هذه الدولة، ترى تهديد استراتيجي كل من يتخطى ذلك. يعني هي لا تفتعل بهذا المفهوم، هي لا تفتعل الخطر بالنسبة لها. القناعة بالدولة اليهودية، القناعة العنصرية، يعني أنت عندما تكون عنصري لا تفتعل، أنت عنصري. يعني ربما عندما تكون ديمقراطي أنت تحتاج لافتعال، لكن عندما تكون عنصري أنت لا تفتعل، أنت لا تؤمن بحق الآخر، هو فعلا هذا ليس افتعال. أنت لا تؤمن بأنني في وطني، هذا ليس افتعال. أنت تؤمن بحقك المطلق على الأرض وبحقك المطلق بإعطاء امتيازات، وبأن هذه الدولة الترجمة الوحيدة للدولة اليهودية هي إعطاء امتيازات لليهود، وأن لا يخرج العرب عن السقف السياسي الموضوع لهم، وأن لا يتحدد. الآن التحدي تحدي جدي من قبلنا، يعني صحيح. أيضا يعني بعد هبة أكتوبر جرى الحديث بشكل واضح، وفي مؤتمر هرتلي، هذا المؤتمر هرتلي أعزائي المشاهدين هو مؤتمر يعني يجمع بين السياسيين والأكاديميين، وهو يقود من ناحية الأبحاث ومن ناحية يرسم أصلا استراتيجيات غير ملزمة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية، لكن هو يعطيها خطوط عريضة إلى الأمام. تحدث مؤتمر إسرائيلي بعد أحداث أكتوبر بشهرين كانت القرارات، من ضمنها طلعت قضية التبادل السكاني من جديد، ويجري الحديث الآن حتى أن وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان أعلن قبل أيام بقضية التبادل السكاني، أي تسوية أو أي حل مع الفلسطينيين يجب أن يشمل التبادل السكاني. يعني أنا أبدأ أفوت هنا بالفعل حتى قانونيا، هل يستطيع؟ ليش قانونيا؟ سياسي. لازم نفهم مسألة يهودي الدولة. يهودي الدولة لا تعني أن إسرائيل معنينها تعمل ترانسفير للعرب في الداخل. ليه؟ إسرائيل أكثر معنية. لماذا الإصرار على يهودية الدولة؟ يهودية الدولة بمسألة الانتماء، بمسألة أنه حصر إذا قبل العربي بيهودية الدولة، العربي ليس عدو. يعني العربي عدو بحالة لم يقبل بهذا الولاء. العربي يستطيع أن يكون صهيوني. يعني مسكن بال2007 قال كل من يعارض إسرائيل يستأنف على إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. خلينا أوضح الفكرة. نحن نعتبره خطراً استراتيجياً. أنت جايبني هنا بدك شرح، اسمعني. هو قاطعك بس موجه السؤال إلي، سأخذ دوري. بالضبط. يعني صح. لا خليك. آخر ناس بأخذ. لا يلا. فضل. على صعيد شخصي يعني. ماشي.
بالنسبة لهدية الدولة، في هناك معسكرين في المجتمع الإسرائيلي، المعسكر اللي معني في الوجود العربي أن يتمتع في هامش ديمقراطي ولكن ولاء للأسس الصهيونية المركزية اللي ذكرت مثل التعريف الدولة كدولة يهودية وكذا. ليه معنيين في الوجود العربي؟ لأنه الوجود العربي في إسرائيل هو الوجود الوحيد الذي يمنع في العالم من منطلقات إسرائيلية أن تعرض إسرائيل كدولة أبرتايد. ليه؟ لما إحنا بنمارس حقوق معينة، هامش معين، مثل التوجه للقضاء، التوجه إلى الانتخابات وكذا وكذا، في هاي الحالة عمليا إسرائيل تحاول أن تبين أن الصراع صراع سياسي وليس إثني. صراعي مع القدس وصراعي في الضفة الغربية القدس يختلف عن صراعه. إذا لا تقولوا لي أن المسألة مسألة يهود وعرب. المسألة من جهة فيها مسألة يهود عرب وجهة مسيح. لذلك في هناك إرادة معنيين. لذلك احنا بنشوف انه في قطاعات إسرائيلية فعلا لما كانت هجمة شرسة على النائب حنين زعبي، كيف بنشوف انه نخب إسرائيلية خرجت ضد هذه الهجمة باسم الدفاع عن الديمقراطية، مش دفاع عن حنين ومواقف حنين. كلهم كان نختلف عن مع حنين ولكن نريد عن دفاع عن حرية التعبير. طب كيف صارت؟ طب حنين بتقول لكم أنا فلسطيني ولا يتحداكم أكثر منها بواقفها ويغيظكم، هذا كيف ممكن؟ لأنه هذا الشيء هو اللي بيعمل هذا الفرق، إن إسرائيل ليست دولة أبرتايد. الجانب الثاني عند اليهود هو عمليا يقول أنا لا أريد أن ألعب بالساحة الحقوقية. الصراع صراع قومي والصراع صراع إثني، ولذلك بالإمكان الحديث عن ترانسفير والحديث عن، فبين الموقفين هنا في هناك صراع، والأمور مش أبيض وأسود مثل ما بنشوفها أحيانا على الفضائيات العربية، وكأنه والله هاجمين عملوا ترانسفير أو العكس، وكأنه إما دول إسرائيل دول ديمقراطية في العالم العربي يقتعرض وكان فعلا بقى ساحة ديمقراطية تتعلم منها، أو دولة في الثنتين. الأمور مركبة أكثر، مهم أنه نفهم هاي التركيبة عساس نعرف كيف نحلها. أنا بدي أكمل حسن لأنه توجه السؤال إلي. لكن الطرفين حنين بس خذي بعين الاعتبار كمان جواب هذا الموضوع، إنه الطرفين من يقول إنه يعني من ينادي بالديمقراطية هامشية في الداخل المجتمع الإسرائيلي واليمين المتطرف، الطرفين يعتبرون العربي في نهاية الأمر هو تهديد ديموغرافي على دولة يهودية. هذا صحيح. حسب مش كعربي. اولا حتى لو ترانسفير تخرج تصريحات انه تصريحات ليبرمان حتى من قبل الحكومه الاسرائيليه والمؤسسه الاسرائيليه ان تصريحات ليبرمان تضر وهي خطيره ونحن لا نوافق عليها وهي لا تمثل في المؤسسه الاسرائيليه، مجرد هذا التصريح وكونه جزء من ثقافه سياسيه جاريه هو مؤشر لمكانتك في المواطنه، حتى لو بالنهاية قالوا أن هذه فكرة غبية حتى في المؤسسة الإسرائيلية لو تعاملوا معها بغباء وبأنها غير جدية، مجرد طرحها وكونها جزء من التعدد السياسي داخل المؤسسة الإسرائيلية هذا يدل على مكانتك حتى لو لم تنفذ. يعني هي ليست خطرة فقط إذا نفذت، أنا لا أتفق مع ذلك، هي خطرة بمجرد طرحها هنالك شرعية سياسية وكأن المواطنة مشروطة وكأننا نستطيع ذلك، يعني ربما عندما تصبح خطر أكثر سنطرحها عندها بجدية أكثر. الآن ما بين الديمقراطية وما بين العنصرية، الهامش الديمقراطي كان التوجه في إسرائيل أن الهامش الديمقراطي سيبقى هامش، هو لن يشكل خطورة على قوانين اللعبة، هو لن يصل إلى تحدي الصهيونية وإلى تحدي إسرائيل كدولة يهودية، سيبقى طالما العرب يبقون في هذا الهامش يلعبون في هذا الهامش، مساواة في ميزانيات، مساواة في